اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عيبلات فولورز. جبت لكم معايا النهارده ايه ده؟ ده نوع جديد قوي قوي من الرمله، هنجربه بقى النهارده مع بعض ونشوف يا ترى الرمله دي عباره عن ايه. هنعمل بقى تجربه جامده جدا عليها. احنا معانا 1 2 3 4 5 6 ست الوان رمله مختلفه. هنجيب بقى كده اول لون معايا اللون الازرق، اوكي، ونفتحه. بعد كده نشوف معانا اللون الابيض. بصوا استنوا هنجرب لكم كده الاول. اول حاجه بقى لون الرمله البيضه، هنزلها بقى كده واو. بصوا بقى شكلها جامد ازاي. نبتدي بقى ان احنا نقطعها كده. الله، شفت بقى بتتقطع بمنتهى السهولة ازاي، كأني بقطع جبنة بالظبط. اهو فكيتها، قطعتها بقى كلها. واو، شفت بقى ناعمة ازاي. لا دي فكرتها فعلا حلوة جدا، كلها ناعمة خالص. تعالوا بقى نشوف لو هنقطع. بصوا سلايس كده تاني، شفتوا بقى ممكن نقطعها ازاي. الله كده بقى نرجعها تاني في الايه، في العلبة دي. فعلا رملة ناعمة جدا، سموث قوي. تعالوا بقى نجرب لون تاني ونشوف ترى هيكون عامل ازاي. اوكي نجرب بقى اللون الاخضر. واو بص لونه حلو قوي ازاي. الله ده لونه حلو قوي. قلبناه بقى كده ونبتدي بقى ان احنا نقطع فيه. واو شفته برضو بيتقطع بمنتهى السهولة وناعم قوي. واو سيبنا ان احنا نقطعه اكتر. واو كده شفنا بقى قد ايه هو ناعم. ممكن بقى نجرب لون كمان. بصوا بقى ممكن احنا نشكل الرملة دي خالص ازاي، عجينة وفي نفس الوقت تحسوا ان هي سهلة اوي ان هي تتقطع، سهلة اوي ان هي تتشكل، تحسوا فعلا ان هي فيها حاجة سحرية. ممكن بقى نشوف لون تاني غير الاخضر. تعالوا بقى نشوف لون تاني، لون الموف. واو بصوا هقطعه بقى كده. الله بصوا بقى اللون فعلا حلو ازاي، ده لونه فعلا ناعم قوي. واو شفت بقى شكله حلو ازاي. جامد قوي اللون ده. واو شفتوا بقى، الله شكلها فعلا رملة سحرية. الله واو ترى بقى نشوف اللون الاورنج ترى بقى هيكون عامل ازاي.
الله بصوا لون الأورنج برضو شكله حلو جدا. شفت بقى قدرت ان انا اقطعها ازاي؟ الله لون الاورنج اصلا كمان شكله يقبل في الرملة. واو تعالى بقى نشوف اخر لون معايا كده. جبنا بقى الاخضر وشوفنا الاورنج والابيض، تعالوا بقى نشوف اخر لون. معانا اللون الأصفر. واو بصوا بقى نجيب السكينة ونضيفها بس من اللون اللي فاتت. واو الله قدرت برضو ان انا اقطعها. انا عن نفسي انبسطت جدا جدا بالرملة الفظيعة قوي دي. لا فعلا حلوة جدا للعب وان احنا سهلة وان احنا نشكلها. قوليلي بقى في الكومنتات ايه رأيكم فيها، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز منسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.